يحمل نابلي عدد 10 في القائمة الانتخابية. بعد الدراسة خاصة في مجال الاقتصاد والعلوم الاقتصادية في تونس وفي الخارج، فين حصلت على دكتوراه، بديت حياتي المهنية أولا كأستاذ جامعي وباحث في تونس وفي الخارج، ثم دخلت وخدمت الدولة التونسية أولا كرئيس لبورصة الأوراق المالية، ثم كوزير للتخطيط والتنمية الجهوية. اليوم مقدم نفسي كمرشح لرئاسة الجمهورية، لأني أعتبر أن هناك حاجة لتونس أن تستعمل كل الكفاءات متاعها. تونس في منعرج تاريخي اليوم، تونس تحب تمر إلى مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي، تصير دولة ديمقراطية كذلك فيها التنمية وفيها الرقي. هكذا عرف مصطفى كمال النابولي نفسه للشعب التونسي أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية، فهو رجل اقتصاد تونسي ومحافظ سابق للبنك المركزي. ولد بمدينة طبولبا في 10 فبراير عام 1948. حصل على الأستاذية في العلوم الاقتصادية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة بتونس عام 1969. وبعدها حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس. عمل أستاذاً مساعداً ثم أستاذاً مبارزاً في الاقتصاد، وتحمل مسؤوليات عدة في الجامعة التونسية. عين خبيراً لدى عدة مؤسسات دولية ولدى جامعة الدول العربية. ترأس النابولي مجلس إدارة بورصة تونس عام 1988، ثم عينه الرئيس السابق بن علي وزيراً للتخطيط والتنمية عام 1990، حتى قدم استقالته عام 1995. إبان الثورة الخضراء عين محافظاً للبنك المركزي التونسي في 17 يناير 2011، وفي 27 يونيو 2012 قرر الرئيس التونسي المرزوقي إقالته من منصبه دون إبداء أي أسباب. يوم 17 سبتمبر 2014 أعلن النابولي خوض الانتخابات الرئاسية كمستقل، وقبل الاقتراع بأسبوع أعلن انسحابه لقطع الطريق أمام المرزوقي، معلنا مساندته للباقي قائد السبسي. ربي يحفظكم. ياسمين عادل، كلام تاني. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من كلام تاني. النهارده هنبدا كلام تاني بالكلام عن تونس. تونس التي كانت ايقونه الثورات العربيه، التي اول من تحدثت كلام تاني مع الثوره، مع التغيير، مع السعي نحو الديمقراطيه. وقبل ايام قليله من اجراء جوله الاعاده بين مرشحي الرئاسه في الانتخابات التونسيه المرزوقي والسبسي، نفتح هذا الملف لقراءه اكبر في المشهد التونسي. ضيفنا العزيز كان لاعبا رئيسيا في سباق الرئاسة في تونس قبل أن يعلن انسحابه بأيام قليلة من إجراء الانتخابات، ليفجر مفاجأة وربما موقفا يحتاج إلى المتابعة، معلنا أن قراره بالانسحاب جاء حفاظا على تونس من التطرف، متهما الرئيس الحالي لتونس المرزوقي بمحاولة إفساد الديمقراطية في تونس. اهلا وسهلا بحضراتكم، وضيفنا العزيز الدكتور مصطفى كمال نابولي، المرشح السابق للانتخابات التونسيه ومحافظ البنك المركزي سابقا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك في القاهره ومنورنا ان شاء الله. عايز ابدا بس قبل ما نتكلم عن قرار حضرتك بالانسحاب من الانتخابات او من سباق الانتخابات الرئاسيه في تونس، اود ان اعرف سبب قرار حضرتك بخوض انتخابات الرئاسة، ثم لماذا كان العدول عن هذا القرار؟ نذكر ربما في تطور الوضع السياسي في تونس منذ سنة. نعرف أن تونس دخلت في أزمة سياسية كبيرة في السنة الماضية بعد الاغتيالات، بعد دخول العنف السياسي، دخول الإرهاب إلى تونس. ووقع في آخر سنة 13 حوار وطني، وبناء على الحوار الوطني وقع الاتفاق على الدستور الجديد، اتفاق على أن الحكومة السابقة، حكومة الترويكا ما يسمى بالترويكا، أنها تنسحب
وتجي في مكانها حكومة تكنوقراط محايدة لإعداد الانتخابات. ودخلنا في سنة 2014 في بعد إنهاء الدستور في أوائل يناير 2014 إلى مجال أعداد الانتخابات اللي بتكون هي المصيرية انتخابات تشريعية ورئاسية. والتمشي هذا كان مبني على أنه تونس داخلة في فترة جديدة، أنه المناخ السياسي أصبح أحسن بكثير، تجاوزنا التشاحن والفرقة السياسية والتجاذبات السياسية، وأن تكون عنا انتخابات حقيقية أنها تعددية وفيها يختار الشعب ممثليه في البرلمان الجديد والرئاسة اللي هي تتماشى مع الوضع الجديد ومع تطلعات الشعب التونسي في الفترة هذه. هذا هو التمشي اللي كنا داخلين فيه. دخلنا في هذا، وبناء على هذا رأيت أنه الوضع هذا أنه خيار رئيس جمهورية يكون مستعد ليساهم في الفترة القادمة لحل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الأمنية والوفاق السياسي إلى غير ذلك، كان شفت وأنه يمكن أن ألعب دور في هذا. علاش؟ لأنه عندي شيء اللي ربما كثير من المرشحين الآخرين، أنا مستقل لم أنتمي أبدا إلى أحزاب سياسية، وعندي تجربة في الدولة، وعندي معرفة بالمشاكل الاقتصادية وتجربة دولية وعلاقات دولية اللي تمكنني باش نلعب دور هام لو أنه الشعب اختارني في هذا المجال. هذه هي المسببات الأسباب اللي دخلت فيها المعركة الانتخابية هذه. لكن يقول قال لماذا الدخول ولماذا الخروج؟ نعم. احنا وغريب أنه عادة حقها الانتخابات الرئاسية تجي قبل الانتخابات التشريعية، لكن لأسباب وقع تقديم الانتخابات التشريعية أولا، وصارت الانتخابات التشريعية في أكتوبر وعرفنا النتائج. النتائج أبرزت شيئين أساسيين. الشيء الأول وهو أنه الحزب نداء تونس اللي هو حزب حداثي، حزب يمثل التيار الديمقراطي، ديمقراطي الحداثي المستقبلي، هو اللي يخذ أغلبية نسبية. الشيء الثاني هو استقطاب أنه زوز كتل نداء تونس من جهة والنهضة الحزب الإسلامي من جهة هما اللي استحوذوا بأكثر الأصوات وأكثر المقاعد في البرلمان، ولذلك رجعنا إلى الاستقطاب السياسي الثنائي ما بين الإسلاميين والديمقراطيين هذا شيء جديد الأول اللي صار. لكن بعد ذلك بعد أسبوع بدينا في الحملة الانتخابية الرئاسية، وبعد أسبوع من الحملة من بداية الحملة الرئاسية شفنا أنه أحد المرشحين بدأ يستعمل خطاب تحريضي وتقسيمي للمجتمع التونسي، وتلم حوله التيار الإسلامي بكل مكوناته، حتى تحدث عن الرئيس الحالي المرزوقي واللي هو جاء حوله التيار الإسلامي، وكل حتى المتطرفين من الجانب الإسلامي، الأحزاب المتطرفة والأطراف اللي تستعمل العنف السياسي. ولذلك دخلنا هل تحالف الإسلاميين مع المرزوقي إن صح هذا التعبير عن إعلان حزب النهضة أنهم لن يؤيدوا المرشح؟ لكن في الحقيقة شفنا أنه في الحقيقة هذا ما كانش هو الواقع، وأنه في الحقيقة هناك دعم واقعي على أرض الميدان للإسلاميين من نهضة بأطرافها المختلفة وكذلك أطراف أخرى الإسلامية الأخرى المتطرفة. وأصبح الخطاب السياسي والحملة الانتخابية أصبحت استقطاب بين الطرف هذا والطرف الحداثي والديمقراطي. وأصبح أنه خطر أنه لو قسم التيار الديمقراطي وشتت ربما يضعف في الانتخابات الرئاسية. ولذلك شفت أنه حاجتين، أنه التيار الديمقراطي يتشتت وينقسم، وكذلك الحاجة الثانية أنه اختيار رئيس جمهورية على أساس عقلاني أصبح غير ممكن، إنما باش يكون الخيار على أساس إيديولوجي وأساس خوف وتخويف وترهيب من الجانبين، ولذلك ما أصبحش عقلاني. وإذا كان الخيار مش عقلاني شفت أنه أنا تقدمي للرئاسة أصبح ما عادش
في محله. يعني دعم الإسلاميين للمرزوقي دفع حضرتك أنك تنسحب من سباق الرئاسة حتى تكون هناك فرصة لمرشح واحد يمثل التيار الديمقراطي وليكن المرشح الحالي السبسي أساسا. هذا هذا الشيء الأساسي، لكن في نفس الواحد أنه دخول الاستقطاب هذا وبروزه بقوة وتشنج الوضع السياسي والخطاب السياسي في تلك المرحلة أصبح الخيار الرئيسي مش بيكونش على أساس عقلانية، لأني مقدم ترشحي على أساس عقلاني، على أساس برنامج، على أساس تجربة، على أساس إمكانية. المناخ العام لم يعد يسمح بذلك. لم يعد يسمح بذلك، هذا هو السبب الأساسي. دعم الإسلاميين للمرزوقي رغم الاختلاف الأيديولوجي أو الفكري ما بين توجهات المرزوقي الذي ربما بالطريقة المصرية يمثل اليسار إلى حد ما وليس الإسلام السياسي بشكل كبير. والله هو المرزوقي مش عارفين شنو هو شنو هو ملخبط في كل توجهاته، يعني هو يحاول أن يكون يساري، يكون إسلامي، يكون في كل شيء وديمقراطي في نفس الشيء، ولذلك ما فيش، لكن هي مصالح، هي أكثر من أفكار. يعني الإسلاميين يحسبوها أن لمواجهة التيار الديمقراطي بقيادة السبسي لابد من دعم المرزوقي في هذه. هذا هو، هذا هو، لأنهم قرروا ما يقدموش مرشح لهم من طرفهم، ولذلك أصبح هو ما كانش النية في الأول، ما كانتش باش يرشحوه، لكن نظرا للانتخابات التشريعية وظهور الاستقطاب هذا رأوا أنه من ضرورة لهم على البعض منهم على الأقل. وهذا موضوع، هذا مازال يقسم الإسلاميين في حد ذاته، بين معناها القيادة الإسلامية حزب النهضة مازال منقسم في هذا الموضوع حتى الوقت الحالي. ثم اختلاف بين التجربة التونسية والتجربة المصرية فيما يتعلق مسألة الإسلاميين وصعودهم إلى الحكم. البعض يرى أن مصر قدمت الخيار النهائي بالنسبة لها وهي الخلاص من الإسلاميين لأن وصلتهم للسلطة ثم بعد ذلك اختبروا فخرجوا. البعض يرى أن تونس ربما تواجه معضلة خلال الفترة القادمة وهي مسألة وجود الإسلاميين في السلطة، الشكل الذي سيوجد به الإسلاميين في السلطة. هل هذا التقسيم أو هذا التصنيف صحيح؟ هو يعني التجربة المصرية والتجربة التونسية فيها قواسم مشتركة كثيرة. عندما نرجع إلى اندلاع ثورة في 2012 في يناير في تونس ثم في مصر والتمشي في الفترة اللاحقة كان متشابه بنسبة كبيرة، أنه فترة انتقالية أولى ثم انتخابات، صعود الإسلاميين في مصر وفي تونس إلى الحكم، فشلهم في تونس وفي مصر في الحكم، فشلهم لأنه ما كانش عندهم التجربة وما كانش عندهم برنامج لإنقاذ الوضع الاقتصادي والسياسي، وكذلك محاولتهم على الاستحواذ بالسلطة بكل مكوناتها، وذلك وقع رفضهم في تونس وفي مصر من طرف الشعب في هذا. لكن بما أنهم وصلوا إلى الحكم عن طريق الانتخاب، المعضلة هي كيف يخرجوا من الحكم. وفي تونس الطريقة اللي تتبعناها ووجدناها أنه عن طريق الحوار الوطني، أنه هناك صراع بين الطرف الإسلامي والطرف الديمقراطي، والحل متاعه كان يكون إما عن طريق حوار وطني أو عن طريق صناديق الاقتراع في تونس. الحوار الوطني وقوة المجتمع المدني في تونس ومكوناته والنقابات ورجال الأعمال والمؤسسات المحامين ودفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمات قدمت بديل للخروج من الأزمة. البديل هو أنه نجمع كل القوى السياسية والأطراف المدنية ونلقى طريقة للخروج من الأزمة، وهذا هو اللي نجحت في تونس. بس هذا يعني أن الإسلاميين في تونس وتحديدا النهضة كانوا على استعداد لدخول في حوار من هذا النوع يقدموا فيه تنازلات؟ هو في الحقيقة ما كانوش في البداية، ما كانوش قابلين للشيء هذا في البداية، رفضوا الدخول في الحوار الوطني، لكن عندما قوي الضغط من طرف المجتمع المدني وصارت الإشكاليات اللي صارت من اغتيالات، ذكر أنه صاروا اغتيالات سياسية كبيرة، وصار مخاض متاع المجتمعي كبير، صور أن مئات الألاف من المواطنين في أغسطس في سبتمبر اللي خرجت في الشارع تنادي بسقوط الحكومة وتغيير النظام والمرور إلى حل آخر. هذا الضغط الكل أجبر الإسلاميين إلى
بس هذا الخروج في مصر يعني حينما تشكلت جبهة الإنقاذ الوطني لمواجهة حكم مرسي وكانت تطالب ببعض المطالب الخاصة بالإصلاح السياسي وتغيير الحكومة الحالية، لم تكن هناك استجابة، بل جاء الإعلان الدستوري ليجعل من مرسي ديكتاتورا كبيرا في هذا الوطن يجمع كل السلطات في يده، لا يستجيب للمعارضة، لا يستجيب للمبادرات. حتى حينما نزلت الجماهير في الميادين لتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، رفض الإسلاميون في مصر وتحديدا إخوان المسلمين هذا المطلب أيضا. أي. هذا اللي فرق، لأنه قوة المجتمع المدني في تونس والخيار متاع الحوار الوطني، فكرة الحوار الوطني اللي جت في تونس ربما ما تبلورتش في مصر لأسباب، ربما ما أقصده أنا شيء آخر، لكن شيء آخر شيء آخر صار، أنه ما صار في مصر أعطى دروس للإسلاميين في تونس كذلك. سقوط الإخوان في مصر، أرهب حزب النهضة في تونس، أثر على المواقف اللي الإسلاميين أخذوهم في تونس وحزب النهضة، أنه هذا المسار، المسار هذا متاع التعنت وعدم القبول بالحلول الوسطى، الوسطى والحلول البديلة، يقود إلى الهاوية، هذا غير يعني طريق غير سلك. بس للموضوعية أيضا، كان التيار المدني في تونس وأقصد التيار الديمقراطي كان يعمل، كان مؤهلا، كان يخطو بخطوات لطرح نفسه كخيار، والنتيجة هي فوزهم في الانتخابات البرلمانية، نداء تونس بأغلبية زي ما حضرتك تفضلت نسبية، لكنها فقط حزب النهضة. هو نذكر أنه حزب نداء تونس وقع بعثه في سنة 2012 كحزب، أنه ليجمع في سنتين عمره، يعني سنتين ونص، أنه الباجي قيد سبسي بعث حزب نداء تونس لأنه يكون هو الحزب رافض لعدة تيارات ويجمع عديد من التوجهات السياسية في حزب قوي يواجه حركة النهضة والتيار الإسلامي، والقاء العمل متاعه في 2012-2013 وتركز مع الحوادث تاع 2013 والجبهة الإنقاذ كذلك، قوت من الجانب السياسي لكن في جانب الحراك المدني والمجتمع المدني، هذا ربما الخصوصية متاع التجربة التونسية في الفترة هذه. حاج بترى أن السبسي هو الأوفر حظا، وربما تحليلات أخرى ترى أنه الأوفر حظا في سباق الرئاسة، ربما يعني 21 ديسمبر ستوضع النتيجة الرسمية، لكن هل ده استنادا إلى المؤشرات الخاصة بالانتخابات البرلمانية أو التشريعية وهي صعود نداء تونس على حزب النهضة، ولا بتستندوا في هذا التحليل إلى أي؟ هو يستند إلى عدة جوانب، اولا النتائج اللي قلت عليها في الانتخابات التشريعيه، لكن كذلك انه شفنا منذ الدور الاول للانتخابات انه السيد الباجي القدسي جاب ارقام اللي هي اعلى، هو نسبه 39% ونصف تقريبا من الناخبين، والمرزوقي 32%، لذلك عنده اسبقيه السيد الباجي القدسي. والشيء الثاني انه منذ ذلك الحين والى الان وقع انه العديد من الاحزاب والتيارات السياسية هي تدعم اليوم السيد باجي قائد سبسي. يوم منذ 3 أيام تقريبا وقع ندوة صحفية، وأنه 8 أحزاب جات وقررت وأعلنت عن دعمها إلى السيد قائد سبسي، وحضرت أنا شخصيا لأنه كنت من داعمين السيد قائد سبسي في المرحلة هذه، ويعلم أنه السيد قائد سبسي هو اليوم متمكن من أنه يجمع حوله أكثر تيارات سياسية وأحزاب سياسية وقوى مدنية من سيد مرزوقي، هذا اللي يعطيه الحظوظ الأوفر في المرحلة القادمة. وهل يرضى الإسلاميون في تونس اليوم بالمقعد الثاني وليس المقعد الأول؟ يعني هم الآن وفقا لهذه التقديرات لن يكونوا في كرسي رئيس الجمهورية أو في الرئاسة، وستكون لهم المرتبة الثانية ربما في البرلمان، هل هذا الأمر هم قانعون به، ولا يمكن أن تحدث أحداث أخرى في تونس تقودنا إلى سيناريو مختلف؟ هو الشيء اللي نشوفوه اليوم أنه هناك انقسام كبير داخل حركة النهضة، وأنه فيه جانب من القيادة اللي هو يحب يمشي في التمشي هذا ويقبل بما يفرزه الصندوق في الرئاسية وفي التشريعية، ولربما البعض الآخر هو مش مقتنع تماما بهذا التمشي، لذلك هناك انقسام جدي وحقيقي داخل حركة النهضة، ومش عارفين فين بش يمشي الانقسام هذا، لكن الكثير هو يحب يريد أن يدعم سيد المرزوقي ويعتبر أنه بتدعيمه يجب دعمه أكثر، وأنه هو ينجح ليعطيهم الحظوظ لأنهم يكون عندهم في الرئاسة. أعتقد أنه هذا التمشي سيكون غير رابح، أنه سيفشل،
وأنه حركة النهضة لم تجد سند في الرئاسة من هذا القبيل. لكن هل هذا يعني أنه حركة النهضة وجودها في البرلمان يعني أنها ما زالت موجودة على الساحة السياسية؟ وبالكتلة اللي عندها، الكتلة هامة، مش يكون عندها تأثير، وليست بطريقة الإخوان المسلمين أن يسيطروا على الرئاسة ويسيطروا على البرلمان. نعم. ويسيطروا على النقابات وعلى المؤسسات، يعني فكرة سيطرتهم على مؤسسات الدولة هذه. ونعرفوا أنه في البرلمان أنه حركة النهضة لها النائب الأول لرئيس البرلمان هو من حركة النهضة. وقع انتخاب، وقع انتخابه في منذ أسبوعين. ولذلك حركة النهضة تبقى موجودة في الساحة السياسية، ولكن بالقدر الذي يحدده المجتمع التونسي، المجتمع التونسي والقانون والدستور. ربما ينظر البعض للانتخابات التونسية بعلامات استفهام وتعجب شديد في بعض الأحيان، أن تكون تونس مفجرة الثورات العربية والداعمة لفكرة التغيير والسعي نحو الديمقراطية تطرح مرشحا للرئاسة هو الأوفر حظا يتجاوز عمره 90 عاما. هذه علامة استفهام كبرى. هو مش نفهم الإشكالية هذه، نرجع إلى تاريخ السياسي في تونس في العقود الماضية، وعلى الأقل على 20-25 سنة الماضية، أنه مع نظام بن علي أصبح العمل السياسي غير ممكن، وبروز قيادات سياسية غير ممكن، لأنه كل شخص اللي عنده نوع من القدرة السياسية وعنده أنه يحب يعمل في المجلس السياسي يقع إما أبعاده تماما أو إدخاله للنظام والعمل استقطابه للنظام. ولذلك ما كانش في 20 سنة الماضية أو أكثر أي مجال لبروز قيادات سياسية جديدة. وعندما جاءت الثورة وجدنا أنفسنا في ليست هناك خيارات، مجال أنه مفيش خيارات كثيرة، أنه رجال عندهم تجربة سياسية قوية وتجربة في المجال السياسي، وبرز السيد قائد سبسي، وأنه ربما عندما وقع اختياره كرئيس الحكومة في 2013 بعد 3 شهرين من الثورة الموضوع طرح، وشفنا أنه ما فماش الكثير من القيادات اللي عندها الإمكانية باش تقلد ذلك الدور. لم تنجح حركة نداء تونس في إفراز وجوه وقيادات جديدة وشابة، لكن هذا فيما بدأ، لكن هم كلهم قلت لك الحزب عنده سنتين. يعني كيف باش تبرز قيادات سياسية عندها قدرة وعندها كفاءة في شهر في سنتين؟ مش ممكن. الحقيقة ما حدث في تونس هو جزء من المشهد العربي كله، أنه بعد سقوط هذه الأنظمة لم تكن هناك بدائل قوية نتيجة أو بدائل متعددة نتيجة صعوبة الظرف التي كانت تفرضه هذه النظم الاستبدادية. لكن حينما قدمت حضرتك أوراقك للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، ألحقت هذه الأوراق بشهادة طبية عن الوضع الصحي لحضرتك. ما كان مغزى هذه الحركة؟ مغزى هذا يرجع إلى أنه تجربتنا في تونس شخصيا، أنه عرفنا أزمة سياسية كان نذكر في وسط الثمانينات عندما كان المرحوم الزعيم بورقيبة هو رئيس وكان مريض وعنده مشاكل صحية أدى إلى أنه كان غير قادر على القيام بكل إمكانياته على رئاسة الجمهورية، وأدخلت البلبلة. ده وصل مرة أنه نام على الهواء في إحدى يعني الخطب التلفزيوني، أخذ القرار أصبح صعب. شفنا أنه في مدة أنه كل أسبوع يغير وزراء، كل وحتى يختار وزير أول ويتغير بعد، وذلك أصبحت أزمة سياسية اللي أدت إلى أن وقع إزاحته من الحكم. فكر أنه بن علي وقع إزاحته من الحكم بشهادة طبية. هذا ولذلك هذا عندنا في الذاكرة التونسية، هذا الموضوع مطروح، موضوع صحة رئيس الجمهورية وعنده دور سياسي. كذلك حتى بن علي نفسه كان مش معروف بصفة علنية، لكن الكثير يتحدث على أنه كانت عنده مشاكل صحية مما أدى إلى مشاكل سياسية. ولذلك التجربة التونسية تعطينا أنه التونسي عنده في ذاكرته موضوع الصحة متاع رئيس الجمهورية هو موضوع، وأنتم عارفينه حتى في مصر. صحيح. ولذلك أنا قدمت هذا لأنه كنت أعرف أنه في أول انتخابات تونسية رئاسية تنافسية حرة، أنه من حق المواطن التونسي والناخب أن يعرف كل ما يجب أن يعرفه عن المترشح. المترشح يجب أن يعرف شنية تجربته، شنية شخصيته، شنية كفاءته، لكن كذلك شنية صحته.
هذا من مكونات من الأشياء اللي الناخب من حقه أن يعرفها. إحنا قدمناها حتى لا تتكرر تجارب الماضي. لذلك ما كانش هو الهدف بتاعه أنه إحراج الشخصيات الأخرى، بل هو أعطى المثال. البعض اعتبر أنها إحراجاً للمرشح السبسي. صحيح، البعض اعتبر شخصياً مش كان هذا الهدف، بل الهدف هو أنه نبدأ تجربة جديدة ونعطي شفافية ونعطي من الحوكمة الرشيدة للناخب الإمكانية باش يعرف كل ما يجب أن يعرف عن المرشح نتاعه. وأنا كان هدفي مش الانتخابات هذه، باش تكون تجربة ربما يأخذ أخذ بعين الاعتبار في المستقبل، وليس إحراجا للسبسي كما كان يرى البعض. يعني البعض قال أن هذه الحركة تماماً، وقلت وأكدت عليها من البداية أنه لم يكن إحراج لأي شخص بصفة معينة، لكن هي تجربة اللي نحب ندخلها ونحب نرسي طرق جديدة وتقاليد جديدة في العمل السياسي في بلادنا. يعني ألم تخشى أن يقال وأنت تضع هذه الورقة أن هذه ضربة للمرشح السبسي وربما تصب في حساب المرزوقي أو لصالح المرزوقي؟ لا، أنا خد النجم هي ربما البعض يشوفش وأنه الشهادة الصحية هي تنجم تكون تستعمل للطرفين. ولهذا يعني ضد المرزوقي أيضا؟ يعني فيه أطراف اللي طلبت بشهادة صحية المرزوقي من قبل، يعني عندما تقلد الرئاسة البعض طلب أنه يقدم شهادة طبية. لماذا؟ لأنه يعني فيه شكوك عن قدراته أن يسير الدولة. شكوك في هذا الأمر. أيوة. طيب هسأل حضرتك بعد الفاصل على العلاقة التي بدت عدائية بين حضرتك وبين الرئيس المرزوقي منذ قراره الإطاحة بحضرتك عندما كنت محافظا للبنك المركزي، ولكن هذا السؤال سأطرحه على ضيفنا العزيز الدكتور مصطفى النبي بعد هذا الفاصل. حالة من الترقب الشديد تسود الشارع التونسي بانتظار ما ستفرزه جولة إعادة الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، والتي ستحسم السباق بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي والمرشح المستقل والباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة. 27 مرشحاً تنافسوا خلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية خلال الشهر الماضي، حيث أسفرت النتائج عن تأهل السبسي بحصوله على 39 من الأصوات والمرزوقي بحصوله على 33% للدور الثاني. أيام قليلة تفصل ثورة الياسمين التي اندلعت في يناير عام 2011 عن المرحلة الأخيرة من الفترة الانتقالية التي شهدت خلالها انتخابات المجلس التأسيسي في عام 2011 الذي وضع دستوراً جديداً للبلاد مطلع العام الجاري. تلاه انتخابات تشريعية الشهر الماضي. وفقا للدستور التونسي فإن الرئيس المنتخب القادم سيتولى الحكم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويحظى الباجي قائد السبسي بحافز معنوي بعد فوزه بالمرتبة الأولى. ويبدأ التونسيون المقيمون بالخارج التصويت يوم الجمعة حتى الأحد لمدة 3 أيام، ويقدر عددهم بحوالي 380 ألف في 45 دولة موزعين على 387 مكتباً، فيما يتوجه قرابة 5 ملايين ناخب تونسي لمركز الاقتراع بدءاً من 8 من صباح الأحد وحتى 6 مساءً للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق لتسطر تونس صفحة جديدة في التاريخ الحديث لأبناء الأرض الخضراء. خلود عبد الفتاح، كلام تاني. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوني الوطن. قبل الفاصل كنت بسأل الدكتور مصطفى النبي المرشح السابق للانتخابات التونسية ومحافظ البنك المركزي السابق، هل العلاقة التي تبدو عدائية بوضوح بينه وبين الرئيس المرزوقي هي وليدة الموقف الخاص بإقالة المرزوقي له حينما كان محافظا للبنك المركزي؟ هو هذا ما يريد أن يسوق ليه بعض مناصري سيد المرزوقي، لكن في الحقيقة أنا هذا موضوع الإقالة بالنسبة لي موضوع ماضي وانتهى. وأحنا نتحدث على مستقبل تونس اليوم،
وما نعرفوه أنه تجبت السيد المرزوقي في رئاسة الجمهورية وطريقة العمل متاعه وتقدمه للرئاسة وترشح متاعه هو غير صالح لتونس اليوم. هذا هو السبب الأساسي، لأنه اعتبروا أنه شخص هذا ما عندوش مؤهلات لرئاسة الدولة، رئاسة الجمهورية، وأثبت ذلك تجربته. ليست له القدرة على تجميع التونسيين، ليست له القدرة على تقديم برنامج ورؤية مستقبلية لتونس تحل المشاكل الاقتصادية، تحل المشاكل الأمنية، بل بالعكس هو عمله اللي عمله الكل هو عمق المشاكل في تونس في الفترة السابقة. ولذلك لا أعتقد أنه، وأريد أن أقول وأثبت أنه مواقفي ورأيي وفي هذا الموضوع ليس له أي مساس بما وقع من الماضي فيما يخص الإقالة من البنك المركزي. عايز أرجع لهذه الواقعة تحديدا لأنها تطرح مسألة يعني أهم وأصعب، وهي مسألة استقلالية بعض المواقع التي لا يجب أن تكون من سلطات رئيس الحكومة، رئيس الدولة، إقالة من يتولى هذا الموقع أو استمراره. لكن في تونس في 2012 لماذا اتخذ المرزوقي قرار بإقالة حضرتك من البنك المركزي حينما كنت محافظا وأيده أيضا المجلس التأسيسي؟ هو عندما نرجع إلى ما صار في سنة 2012 وحتى آخر 2011 وقع الحديث عن استقلالية البنك المركزي في أعداد قانون المنظم للسلطات العمومية بعد الانتخابات المجلس التأسيسي، ووقع الحديث في موضوع استقلالية البنك المركزي مجلس الوطن التأسيسي، ووقع تقريبا شبه إجماع حول ضرورة أن يقع احترام هذا المبدأ، ووقعت تطوير الطرق التي يقع بها تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي لإعطاء أكثر استقلالية. ما شفناه هو أنه لأسباب ربما نجم نتحدث فيها ولغير واضحة إلى يومنا هذا، هو دعونا نرجع ربما بعد حين الموضوع هذا، لكن وقع الإقالة الطريقة اللي صارت بها هي ضرب لاستقلالية البنك المركزي وعدم احترام قوانين الدولة. هذاك علاش نقول لك سيد مرزوقي هو غير صالح، لأنه كلما مس مؤسسة الدولة إلا وأضر بها. إيه الخلاف اللي وقع بينك وبينه بين حضرتك وبينه حينما كنت محافظا للبنك؟ لم يكن أي خلاف، ولا إلى حد يومنا هذا لم يكن موجود أي خلاف، إنما هو كان موقفه سياسي أنه يعتبر أنه شخصيا أنا مش من طرفه، هو مش من جانب متاع الأحزاب الحاكمة، وما أنهم يحبوا يستولوا على سلطة الدولة الكل وبقية البنك المركزي مش تحت سلطتهم، أرادوا أن يزيحوا الشخص اللي هو لا ينتمي إلى المجموعة متاعهم السياسية. هذا هو اللي كان موضوع سياسي أساسا وليس موضوع شخصي فيما يخص السياسات أو يخص الكل. هم يقولوا قالوا كثير من الأشياء، لكن أنا في خطابي أمام المجلس الوطني التأسيسي كنت فنت كل الأشياء اللي قدموها حول السياسة النقدية، حول استرجاع الأموال المنهوبة للخارج، وكل ذلك أنه كان كذب وافتراء وليس له أي أساس من الصحة. ولذلك السبب الحقيقي هو سياسي، لأنهم كانوا يعتبروا أنه شخص ليس من الأحزاب هذيك الموجودة ولا يستجيب ربما إلى طموحاتهم للتركيز والتحكم في كل مفاصل الدولة. مزبوط. هذا غير مقبول، ولذلك وقع إزاحتي من هذا المنطق. طيب، بما أن حضرتك تحدثت قليلا عن مسألة ملف الأموال المهربة، هناك معضلات تواجه الأنظمة العربية سواء في تونس سواء في مصر في مسألة استرداد الأموال، ولا توجد أي نتائج فعلية يشعر بها المواطن العربي في هذه القضية. ليه في معوقات كبيرة تحيط بهذا الموضوع؟ هو احنا كنا في الوقت ذاك، انا كنت مسؤول على استرجاع الأموال المهروبة في الخارج يعني، وكانت عندنا لجنة وطنية في هذا المجال، وكنا نقول كل شيء هذا أنه في صعوبات كبيرة والموضوع هذا يستحق إلى كثير من الوقت. لكن كانوا يقولوا وقتها أنه إحنا ما كناش قايمين بالواجب وما حصلناش نتائج. في الحقيقة أنه كل ما وقع استرجاعه في تونس من أموال اللي وقع تهريبها للخارج هو كان نتيجة للعمل اللي قمنا به في سنة 2012،
وهذم اللي جاءوا عندهم 3 سنوات في الحكم بما فيهم السيد المرزوقي لم يسترجعوا ولو دولار واحد من أموال إضافية مقارنة بالشيء اللي عدنا له، لأنهم غير قادرين وليسوا لهم تجربة، بل هما أفسدوا المسار والطرق اللي كنا وضعناها لإسترجاع هذه الأموال، وكنا عارفين أنها تستحق كثير من الوقت ومن المجهود، لأنها مشاكل يجب التحدى عن القضاء في البلدان الخارجية في أوروبا وفي أمريكا وفي كل البلدان، وتستدعي الكثير من الوقت والكثير من المثابرة والعمل على الأمور الدقيقة والدقيقة جدا، وليست هي موضوع يعني كلام سياسي وشعارات. هذا ما كانوش شاعرين به وما كانوش فاهمينه، واعتبر أنه إلى يومنا هذا مش فاهمينه. هل لدينا في الشعوب العربية ما يمكن اعتباره وهم يتعلق باسترداد أموال كبيرة من الخارج؟ يظهر لي يعني لدينا في مصر هذه المعضلة فيه نسبيا لا شك، وأنه قيمة الأموال المنهوبة هذه واللي خارج كبيرة كبير، لكن أعتبره أنه الأرقام التي وقع تقديمها من طرف البعض وترويجها في سنة 2012 بديت ربما هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. ليست لهنا أرقام جدية، ليست لنا إمكانية، هي بطبيعتها هي مهربة وبصفة سرية وغير ومغطاة، ولذلك معرفتها صعبة. لكن الأموال هذه لا شك أنها كبيرة، لكن مش بالمقدار وربما الأوهام التي البعض روجها في الفترة هذيك. وكانت تحتاج زي ما حضرتك تفضلت بضمانات لمحاكمات عادلة لأحكام قضائية معينة. يعني نحن في مصر حينما خرج مبارك منذ أيام وحصل على حكم البراءة، ربما اعتبر البعض أن هذه ضربة قاسمة لفكرة قدرتنا على استرداد بعض الأموال المهربة والمتعلقة بنظام مبارك. مش عارف هو الحكم اللي صار فيما يخص مبارك يخص قتل المتظاهرين، لكن معظم الأحكام ما عندوش علاقة مباشرة بالأموال، لأنه الأحكام القضية اللي تهم الأموال هي الأحكام اللي تهم الفساد المالي، هي الأحكام الهامة التي تستعمل لإسترجاع الأموال المنهوبة، ولذلك لابد أن يقع متباعد فرق بين الجانب السياسي والمسؤولية السياسية والمسؤولية الأمنية والجانب اللي يخص الأموال واللي هي الأحكام اللي تهم الفساد وتهم سوء التصرف في الأموال العمومية. بما أن حضرتك تحدثت عن المال، نتحدث عما اعتبرته المال السياسي والذي يلعب دورا كبيرا في الانتخابات في تونس، ليس في تونس فقط ولكن ربما في مصر أيضا. ليست هناك أي ضوابط تحكم هذه المسألة، يعني رغم أن هناك قوانين تنص على إنفاق معين في الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية، لكن لم نسمع في بلداننا العربية عن محاكمة رئيس على الإنفاق الزائد في حملته أو مرشحين في البرلمان لإنفاقهم الزائد. ليست هناك أي ضوابط تحكم مسألة الإنفاق. هو عندما نشوف تجارب العالمية في انتقال الديمقراطية والديمقراطية وحتى في العمل الديمقراطي في البلدان اللي عندها ديمقراطية مترسخة، المشاكل متاع التمويل تبقى دائما من أهم المشاكل وأصعبها حتى في أمريكا، وتحديد المال اللي يكون استعمله في الحملات الانتخابية هو من أهم المشاكل اللي مطروحة، وما فهمش حتى بلد ألقى لها حل اللي هو الأفضل والأحسن. ولذلك في الديمقراطية الناشئة الموضوع هذا سيطرح، وهو اللي يحدد حسب رأيي نجاح التجارب الديمقراطية في بلداننا. لو أنه المال السياسي هو اللي يصبح هو المحرك الأساسي للحملات الانتخابية، فإن التجربة الديمقراطية لن تنجح. احنا في تونس وقع اعتماد قوانين في الحملات الانتخابية تحدد السقف اللي يمكن لا يمكن أن تعداه النفقات في الحملات الانتخابية سواء التشريعية أو الرئاسية، وشفنا أنه في الحملة الانتخابية الرئاسية أنه ما نشوفوه بالعين أنه حجم الانفاق نفقات يتجاوز وفي بعض الأحيان بكثير لدى أحد المرشحين المرزوقي أو السيسي ولا لدى العديد من المترشحين يتعدى بكثير ما هو مرخص به. هذا اللي دعاني نقول أن هناك مال سياسي قوي دخل المجال السياسي، ولابد أن ننتبه أنه هذا لا يكون عنده دور أكثر من اللازم
ربما ينجم يجعل العمل السياسي والانتخابي والمسار الديمقراطي يزيح، يخرج عن مساره أنه هو الخيار، ما هو قدرة الشعب على اختيار من يمثله ومن يحكمه بصفة عقلانية لا تستجيب فقط إلى التأثير القدرة المالية. هدخل لمسائل تتعلق بالأوضاع الاقتصادية أو رؤية حضرتك للأوضاع الاقتصادية، لكن قبل أن أطرح هذا السؤال، ما زال البعض يتحدث عن التجارب الديمقراطية ومدى يعني تأهل أو أهلية الشعوب العربية لفكرة الديمقراطية. من التجربة التونسية هل حدث نوع من التطور والنضوج في هذه المسألة؟ أعتقد صحيح، وقع تطور في عدة مجالات. الشيء الأول، ربما أهم شيء في الديمقراطية أو حاجتين اثنين. أولا أنه القبول بالتداول على السلطة، وإحنا مرينا في السنوات الأخيرة في الأربع سنوات تغير حكومات متعددة وتداول على السلطة بصفة سلمية. هذا تقدم كبير وكبير جدا. هذا الشيء. الشيء الثاني الهام في الديمقراطية هو أنه الذي يحكم يحترم الأقلية، أن لا يقع الاستحواذ باسم الأغلبية على كل شيء، أن الحزب اللي يكون عنده أغلبية يعتبر أنه عنده الصندوق أعطاه الأغلبية، ولذلك هو يمكن له أن يفعل ما يشاء. هل حزب النهضة هذا هو حينما استحوذ على الأغلبية في تونس صار في هذا المسار؟ لأن الإخوان المسلمين في مصر لم يسيروا في هذا المسار. في أول بعد الانتخابات متاع المجلس التأسيسي وقع محاولة للمسيرة في هذا التوجه، وأنه الترويكا وحزب النهضة كانوا يعتبروا أنهم عندهم كل مشروعية صندوق، ولذلك الأحزاب الأخرى ما عندهاش دور، والأقلية ما عندهاش دور، وكانوا يسميوهم صفر فاصل، يعني أنتم ما تسووا ولا حاجة. لذلك تطور هذا الشيء، تطور. وفي الدستور التونسي الجديد وقع إدراج أنه الأقليات والمعارضة عندها دور في الديمقراطية. وقع دسترت هذا المبدأ، أنه المعارضة والأحزاب اللي عندها أقلية ما عندهاش الأغلبية كبيرة عندها دور واحترامها وأعطاها الإمكانيات باش تقوم بدورها. يظهر لي وقع تطور في هذا المجال. كذلك شيء هام جدا وقع في تونس هو تطور دور الإعلام. الإعلام شيء هام، والإعلام أخذ مجال كامل باش يقوم بدوره وكرس الحرية متاعه رغم كل استقلالية كبيرة. رغم كل الإشكاليات، فيه إشكاليات كبيرة في مجال الإعلام، لكن الاستقلالية متاعه وحرية الإعلام هذا لا شك فيه أنه من المكتسبات الكبيرة لتونس، واللي هي باش تكون عندها دور للحفاظ على الديمقراطية والحرية في السنوات القادمة. قبل إجراء هذا اللقاء كنا نتحدث عن مسألة المقارنة بين مصر وتونس، وقلت لي عبارة توقفت قدامها كثيرا، أنكم في مصر لم يكن لديكم بديل آخر سوى الخلاص من الإسلاميين بهذه الطريقة. اللي صار في مصر، لكن أنا مش متابعة بصفة عميرة، لكن أنه كيف ما صار في تونس قلت لك، وأنه هناك أزمة سياسية، أنه محاولة للاستبداد على التحكم في الدولة والحكم وعدم النجاح، وضرورة أن يتغير الوضع ونجد حلول. في تونس وصلنا عن طريق الحوار الوطني إلى حلول بالطريقة اللي تحدثنا فيها. في مصر من الحل هذا ما كانش متاح، لأنه لم تكن هناك أي درجة من درجات المرونة من قبل الإخوان المسلمين في التعاطي مع متطلبات المعارضة والشرع المصري. وما صارش حلول أخرى. ما جاش مجتمع مدني مثلا نجا وحاول يجد الحلول، ربما تأخذ وقت. ما صارش، ولذلك الوضع فرض نفسه في مصر. هذا الحل اللي وصلته مصر. بعد ثورات الربيع العربي تعاني اقتصاديات هذه الدول من مشكلات عديدة. واحد التحديات التي تواجه مصر وربما تونس أيضا مسألة الوضع الاقتصادي. لديك خبرة دولية كبيرة في هذا المجال، كيف يمكن أن تنطلق هذه الدول باقتصادياتها نحو أفق أفضل؟ هو حقيقة في صار عنا في السنوات الأولى في تونس وكذلك في مصر أنه
الوضع السياسي تأزم وعدم استقرار سياسي، عدم استقرار أمني، قال لي جعل أن الوضع الاقتصادي يتأزم أكثر مما كان عليه السابق. وتواصلنا في هذا الوضع حتى إلى الآن. طبيعة الحال العديد المؤشرات الاقتصادية تدهورت، نمو، تضخم أسعار، بطالة. سعر صرف، بطالة، إنتاج، توازنات خارجية، كل المؤشرات تقريبا يعني انزلقت. كيف الخروج وكيف نسترجع النمو ونبدأ نحل الإشكاليات؟ لأنه الهدف، ولا ننسى في تونس وفي مصر، ما هي شعارات الثورة؟ العدالة الاجتماعية، عدالة اجتماعية، حرية، كرامة، خبز، عيش. هذا هو اللي. وإحنا بعيدين اليوم كل البعض عن الشعارات هذه وتحقيقها. صحيح. لكن كيف؟ حتى أن المواطن يتحدث أنه بعد ثورتين لم يحصل على عدالة اجتماعية، لم يحصل على وضع اقتصادي أفضل. لكن البداية هو أن نرجع الاستقرار السياسي والأمني. لأن الكثير من المؤشرات اللي تأخرت هي ترجع إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي. وكيف ما في مصر الموضوع السياح، قطاع السياحي كيف يعني وقع يعني الرجوع إلى الوراء فيه، وفي تونس والقطاعات الأخرى. ولذلك المرحلة الأولى هي أن يقع استرجاع الاستقرار السياسي والأمني. إذا كان هذا وصل، المرحلة القادمة هي تقديم السياسات والقرار السياسات اللي ترجع النشاط الاقتصادي أكثر قوة، وحل المشاكل اللي يواجهها المستثمر، يواجهها المستهلك، يواجهها كل متعامل اقتصادي داخلي وخارجي. أنه دولة ترجع تخدم وتقدم الخدمات. أعرف في تونس كذلك في مصر أنه الدولة في السنوات الأخيرة أصبحت ضعفت، تراجعت فيما يخص تقديم الخدمات، خدمات في كل مجال، خدمات تنظيف الشوارع، خدمات يعني البريدية، خدمات الكهرباء، خدمات البنية الأساسية، النقل، الطرقات، البنية التحتية، تراجع في التربية، الصحة، في كل المجالات. نرجع الدولة باش تقوم بدورها. هذه المرحلة القادمة. ثم تجي إصلاح العميق للمنوال التنمية وللسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي تنجم تعطي التنمية وتعطي العدالة الاجتماعية في نفس الوقت. هذا مازلنا ما رجعنا لهش، مازلنا ما وصلنا لهش، مازلنا بعيدين كل البعض. صحيح. لأن المقومات الأولى مازلنا ما رجعناش، ما وضعناش الأساسيات متاع بناء الدولة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي بستجيب إلى الطموحات هذه متاع الشغل ومتاع الكرامة ومتاع مستوى العيش والإمكانيات المتاحة للمواطن في كل مكان وخاصة الشباب منه. هل بخبرة حضرتك يمكن أن تتكرر سيناريوهات الثورات مرة أخرى في البلدان العربية؟ يعني كانت هناك ثورات ربما كان الحراك الرئيسي بالنسبة لها الحرية والتطور السياسي والتقدم نحو الديمقراطية والتغيير. هناك في مصر مصطلح يتم استخدامه، ثورة الجياع، الثورات التي ترجع لأسباب اقتصادية بالأساس. هل يمكن أن نتكرر هذا السيناريو؟ هو الثورة متاع 2011 أساسا فيها جانب سياسي وجانب اجتماعي. أنه عندما جاءت للمطالبة بالحريات ومطالبة بالرأي وإعطاء الرأي وتقديم والمساهمة، وكذلك للمشاكل الاجتماعية فيما يخص التشغيل، فيما يخص الشغل، مستوى العيش وغير ذلك. ولذلك كانت فيها الجانبين، جانب الاجتماعي والكرامة، وجانب اعتبروا تجربة في العالم الكل اليوم أنه الشعوب كانت قبل لكن أكثر فأكثر الآن. مع العولمة أصبحت تنادي بالكرامة وبالعدالة، وهذا الشيء هذا باش يبقى موجود في البلدان العربية كما هو موجود في البلدان أخرى، وباش يتواصل كل البلدان اللي عندها الإمكانية باش تقوم بثورات أو تغييرات سياسية اللي طالب فيها بالكرامة وبالحرية وبالعدالة سيتواصل ذلك. ولذلك أعتبر أنه هذا الموضوع سيبقى مطروح في بلدانا في المرحلة القادمة. لكن هل ما عانته الشعوب العربية نتيجة تداعيات هذه الثورات يمكن أن يقف حاجزا أمام هذه التطورات؟ يعني حتى هل ولو يمكن أن يرضى المواطن حتى بحياة ولو وقع يعني استعماله كحاجز سيكون مؤقت.
لا يكون حاجز يعني على طول الزمان. وبالتالي لابد من العمل على النضال الاقتصادي بخطوات سريعة. لابد أن نعمل على النهوض الاقتصادي وخاصة على العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية هي بتبقى وستكون من أهم محاور العمل السياسي والتوازن السياسي والاجتماعي في البلدان. ما الرسالة التي يمكن أن توجهها من واقع خبرة حضرتك وخبرتكم في تونس لما يسمى بالتيار المدني أو الأحزاب المدنية في مصر؟ ما هو الدرس الذي يجب أن تستوعبه مصر الآن وأحزابها المدنية؟ يظهر لي الرسالة الأساسية لكل بلد هي في الحقيقة بما فيه البلدان العربية بتاعنا، أنه لا يمكن بناء الديمقراطية بالعمل السياسي هكا المعلق في حد ذاته. لابد أن المجتمع المدني والمجتمع بصفة عامة يكون عنده ركائز متاع يعني middle class، يعني اللي تكون متكونة وقوية، ومجتمع مدني قوي. لأنه الديمقراطية لا تبنى فقط حول الأحزاب السياسية وفي البرلمانات وفي المجال السياسي، تبنى كذلك في المجال بالنقابات في النقابات وفي المجتمعات المهنية والجمعيات المهنية وفي كل الجمعيات غير الحكومية اللي تعمل في كل المجالات التنموية، الثقافية، التربوية، كل المجالات. هذا هو النسيج. أنت تتفكر في أمريكا، تفكر معروف الكاتب الشهير دوتوكفيل اللي في أمريكا عندما زار أمريكا، والشيء اللي شافه في أمريكا هو تعدد الجمعيات غير الحكومية والنشاط اللي تقوم فيه، هي الأساس متاع تطور الديمقراطية في البلدان. بس كانت لديكم في تونس، ما قصدته من السؤال، أن كنتم أكثر حظا من مصر في مسألة الحجم والقدرة التي يمتلكها التيار المدني. أيوة. أنتم التيار الديمقراطي في تونس. أيوة. لديكم قوة على الأرض، استطعتم بها أن تجعلوا من النهضة في المرتبة الثانية وأنتم في المرتبة الأولى. وهذه رسالتي إلى شعب مصر والشعوب العربية الأخرى في ليبيا اليوم وفي البلدان الأخرى وفي سوريا، أنه يعملوا على تطوير قدرات المجتمع المدني، تكوين الجمعيات، المساهمة في النقاش، المساهمة في العمل في كل المجالات. هذا هو المحور الأساسي اللي لازم نركزوا عليه. وفي الحقيقة اللي شفناه في تونس هو تطور بعد 2012 متاع العمل الجمعياتي والعمل المجتمعي وحزب نداء تونس الذي استطاع في عامين هو عمل سياسي، لكن هو في حد ذاته ما كانش ينجح لو أنه ما كانش هناك الروافد الأخرى. إطار حاضر له. لأنه عندما خرجت في أغسطس 2013 يعني الأنقاذ الوطني والمسيرات هذيك، كانت الأحزاب موجودة، لكن كانت موجودة كذلك الجمعيات والمجتمع المدني كان موجود بكثافة كبيرة، هو اللي أطر واللي غذى تلك المسيرات. بس الكثير من المحللين يعتبرون أن التيار المدني في مصر هو ما يسمى بتيار النخبة أو الصفوة، وليس له اتصال كبير بالشارع، وليس قادر بشكل كبير على الحصول على أغلبية في البرلمان أو الحصول على مقاعد كبيرة في البرلمان. كل شيء قادر على التغيير والعمل، هذا كل لازم العمل فيه. هذا كل لازم مسؤولية، يزم شعور بالمسؤولية متاع المواطن، وخاصة والنخب يلزم هي اللي تقوم بتكوين الجمعيات، لكن يلزمها تحاول أن تجذر في كل المجالات في كل الجهات، وموجود حتى في مصر موجود حسب معرفتي موجود، لكن يلزم أكثر منه، أكثر كثافة وأكثر قوة. سؤالي الأخير ربما يكون شخصي بالأساس، هل قرار حضرتك بالانسحاب من سباق الرئاسة هذه المرة حتى لا تحرق أوراقك لانتخابات رئاسية قادمة؟ لا مش ده لا 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 لم يكن حسابات يعني انتخابية، بل بالعكس هي استجابة للواقع المطروح اللي كان مطروح ومازال مطروح. وما صار منذ انسحبت من الانتخابات هو بين أن ما كنت توقعته وما كنت متخوف منه قاعد يصير وصار وقاعد يصير، ولذلك الانسحاب هذا كان استجابة وتجاوب مع تطور الواقع للوضع الحالي وليس حسابات للمستقبل. شكرا للدكتور مصطفى كمال نبلي المرشح السابق للانتخابات التونسية ومحافظ البنك المركزي السابق، شكرا لوجود حضرتك معنا في كلام تاني ونورتنا في مصر. شكرا. سعدنا بهذا الحوار. أهلا وسهلا.
بعد الفاصل هنروح للأقصر، هندور على تجربة شديدة الإيجابية ربما تؤكد ما يشير إليه الدكتور مصطفى كمال نبلي حول أهمية المجتمع المدني حينما تواجه الدولة صعوبات تتعلق بأوضاع اقتصادية سيئة بعجز عن تقديم الخدمات. يمكن أن يلعب المجتمع المدني دورا بارزا في هذه المسألة. تجربة خاصة وشديدة الإيجابية في الأقصر بعد الفاصل. We'll be right back.